للمواقف شخصي وقف قد ما عوقد ما الهوى يلمع يرد الحلم عنا لا لا راضي ولا مدى مثلي بنت مصلوم الهو تشمع العزة تصايل بنت ابن الله خلقها عزها وشرف نبها بنت ابن الله خلقها عزها وشرف نبها للمواقف شخصي وقف قد ما عوقد ما الهوى تعبت وكم درست ليني ما جبت الجمايل من هم مثلك رافع قدر الشهادة مستوى انت شيخ ونسلي لبس هذا تجمع القبايل الديا حين الدوا يسعدي من هو في ذرا بنت مشرف شيخي ربع يومه افضل بالقوايل جعلي ربي يسكن في جنة العلي مدى وامها اجمل من عطى الله فالقبايل والعوايل امي خالد شيخة الحسن المسمى مدحك أبيات القصايد أنتي أكبر من شعور الشعري وأعلى من بقى إن أنتي العز المسمى قبلي فوزك بالشهايد والمراتب فيك تزهد دامي اسمك له علام إيه يا بنت الشيوخ وفعلك يجيب الوكايد لك نجاح بفضل ربي فارض الغصب احترام أفرحي دامك عظيمة تزهب اسمك الشهايد فخر كل قبيلة كم تعبتي فشدايد ليلي تفوق والفخر بعلى مقام للمواقف شخصي وقف قدمه وقدم الهوايا ما يرد الحلم عنا لا الأراضي ولا مدى مثلي بنت الأصلوم الهي تشبه العزة تصايل بنت من الله خلقها عزها وشرف نباح يا صايل وشهادة بين دينك ما تمايل دامي مرتب تشرف فعلك العالي سماح كم تعبت وكم درست ليني ما